بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، نلتقي مرة أخرى في إطار التواصل واستمرارية البيداغوجية، دائما في إطار وحدة القانون الجنائي الخاص المقررة لفائدة طلبة الفصل الرابع من الإجازة الأساسية. تطرقنا لمجموعة من الجرائم، ولكن في حصتي هذا اليوم سوف نتناول طائفة أخرى من الجرائم اللي تستهدف بالأساس تحصين وحماية مؤسسة الأسرة. الأسرة يعني كمؤسسة هي الإطار الحقيقي للقرابة في معناها الأصيل، ومهمة جدا، وبالتالي غادي نطرقوا من خلال هذه الجرائم. بالاساس سوف يتم التركيز، لان هذه الجنايات والجنح المرتكبه ضد نظام الاسره والاخلاق العامه اولدها المشرع في الباب الثامن، في الباب الثامن من المجموعه الجنائيه، وهي كتضمن مجموعه من الفروع. سوف نقتصر على الفرع الاول اللي كيتعلق بجريمه الاجهاض، ثم ايضا الفرع السابع اللي كيتعلق باهمال الاسره، علما بان الجريمه ديال اهمال الاسره تتضمن واحد من الاوصاف، يعني نماذج جرميه ثلاثه، حالات ثلاثه من الاهمال. هناك الاهمال المادي والاهمال المعنوي ثم الاهمال المالي، يعني الامتناع عن اداء النفقه او التقاعس عن اداء النفقه المحكوم بها قضائيا. جريمه الاجهاض، جريمه الاجهاض كما تعلمون ان الحمايه الجنائيه التي يقررها القانون الجنائي لا تقتصر على المرحلة العمرية، يعني منذ لحظة الولادة إلى حين الوفاة ديال أي شخص آدمي، ولكنها تسبق هذه المرحلة، يعني إلى مرحلة ما قبل الولادة، عندما يكون الجنين في رحم أمه مازال في المراحل ديال النمو الطبيعي ديالو. إذن القانون الجنائي كفل هذه الحماية الطبيعية للجنين من كل فعل أو سلوك قد يفتك به أو قد يعرضه للهلاك، ومعاقبة كل من قد تسول له نفسه أن يعمد إلى إسقاط هذا الجنين قبل موعد ولادته. مما لا شك فيه أن جريمة الإجهاض هي حقيقة تحمي بالأساس الجنين، ولكنها ايضا حمايه تبدو لنا مزدوجه. مزدوجه لما لا؟ لانها ايضا تحمي الام، لان من كتعرض للاجهاض ولا شك ان حتى تاثير هذا الاجهاض والتداعيات ديالو قد تنطلي ايضا على صحتها وسلامتها، بل وهناك بعض العمليات الاجهاض التي تفضي الى الوفاه حتى ديال الام اللي كيعقبها نزيف مثلا. لا، اذا هي في حد ذاتها تحمي الجنين، ولكنها ايضا في ابعادها تحمي حتى الام. وهذه نقطة مهمة، يعني من هذا المنطلق نجد أن أغلب معظم التشريعات بما في ذلك بالأساس التشريع الجنائي المغربي عمد إلى حماية الجنين من خلال جريم الإجهاض، وخصه بمساحة مهمة من النصوص الجنائية من الفصل 459 حتى 458 449 عفوا 458، يعني مساحة من النصوص. الشريعة الإسلامية أيضا أولت الأجنة الأطفال كل، يعني تكريم الإنسان كما كان منذ لحظة ماشي غير الولادة ديالو، ولكن حتى من كيكون مازال جنين، يعني حرمت قتل الروح، وقتل الروح يعني لا تكون إلا بالحق مصداقا لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني آيات كثيرة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولو أن هذه الآية كتنطبق على الأولاد، يعني الولد ولو حديث العهد، ولكن حنا كنتكلموا على المرحلة السابقة. الإجهاض نعم كما هو محرم جنائيا هو أيضا منبوذ، منبوذ حتى من الناحية الواقعية والأخلاقية والدينية، خصوصا إذا كان ثمرة حمل غير شرعي من صفة، يعني للأسف الشديد أن هذه الدائرة ديال الإجهاض السري أو اللا قانوني اللا مشروع شائعة في وسطنا للأسف الشديد، لا سيما ان هناك حالات تعمل فيها امهات يعني وحامله اللي هما حوامل عند اكتشافهن حملا غير مرغوب فيه، وتحت تاثير حتى القهر النفسي
والنبذ المجتمع الى محاوله البحث عن اي وسيله للخلاص ولو على حساب الحياه ديال الجنين، فتنشط بذلك الشعوذه والدجل، ويتم الاحتماء الى الاعشاب الى الوصفات التي تمليها العجائز والدجالون. بل اكثر من هذا، هناك لا اقول ولا اعمم ان هناك من الاطباء اللي هم عديم الضمير الذين يتخذون من الاجهاض وسيله للكسب غير الشريف وغير المشروع. هذه الجريمه تقوم على عناصر تكوينيه كاي جريمه. هناك اول محل الجريمه اللي هو دائما هو الجنين، ثم هناك نشاط مادي ياتيه الجنين، ثم هناك لازم انتفاء الخطوره على الحياه ديال الام او على الاقل على الصحه ديالها، يعني ضروره المحافظه على الصحه تقتضي الاجهاض. ثم اخيرا الركن المعنوي كيتجلى في القصد الجنائي، جريمه عمديه. بالنسبه لمحل الجريمه باختصار شديد، الجريمه محلها الجنين، وجنين مستقلا عن امه، يعني القانون الجنائي المشرع كيحمي الجنين في حد ذاته، لان ولو ان كاين اللي كيقول شنو المرحله واش دوز واحد المده، حنا ما غاديش ندخلوا في هذه الامور، ولكن الفقه الحديث في الحقيقه ونؤيده، الفقه الحديث دابا في ضوء حتى المعطيات الطبيه والصحيه دابا المتطوره جدا الحديثه، اعتبرت ان يعني الجنين كيبدا في النمو الطبيعي من اللحظه ديال التخصيب ديال البويضه، يعني تخصيب البويضه ديال الام بالحيوان المنوي ديال الرجل، انئذ البويضه كتصبح مخصبه وتبدا في النمو، يعني وتواصل النمو حتى الموعد الاوان ديال الولاده. في هذا علاش هذا؟ لان فيه حمايه اكيده للاجنه في مختلف المراحل ديالها من النمو، بدءا من التخصيب كما قلنا، ولان هذه المرحله التخصيب البويضه هي بداية في الحقيقة لمرحلة مهمة من مراحل تطور حياة الإنسان، وكتحمل حتى البويضة تحمل بطبيعتها حتى المكونات الضرورية واللي هي أساسية للبنية الإنسانية، يعني داك الكروموزومات ثم كتطور الأمور، وبطبيعة الحال هي مرحلة ضرورية كلشي كيدوز منها حتى كتوصل يعني المراحل هذه. يعني على كل حال، مما يستدعي وبالضرورة صيانتها، حمايتها من أي عبث، من أي عبث أو مساس اللي يمكن يستهدف الكيان ديال هذه الاجنه والحياه والنمو الطبيعي. في اعتقادنا ان هذه الحمايه يجب ان تطال حتى ذاك البويضات المخصبه في انابيب الاختبار لا كونفيز، لان هاد او لا فيكونداسيون اون فيترو، يعني اللي كتكون نتيجه ما يسمى التلقيح الاصطناعي او الانسيميناسيون ارتيفيسيال، هذه الممارسه اصبحت عاديه جدا، يعني واقع في بلدنا ممارسه مراكز متعدده لا سيما في محور الرباط والدار البيضاء وهذا، ودابا حتى في مدن اخرى اللي هي في مستشفيات فيها في مراكش في هذا وبعض المراكز اللي متخصصه في التخصيب الصناعي، يعني ولا ازواج الذين يعانون من مشاكل الخصوبه كينشؤونها. اذا وقع اعتداء مثلا او مساس بهذه اللقيحه او بهذه البويضه المخصبه، يجب ان يطال ايضا الحمايه الجنائيه، لان ايضا ولو ان البيئه اللي كتكون فيها هي اصطناعيه داخل محضنها، يعني في انبوب الاختبار ماشي في الرحم، ولكن مع ذلك راه غترجع للرحم باش نمو طبيعي في الرحم ديال الام، وبالتالي اذا الحمايه خصها تبداها من البدايه. اما بعد الولاده، بعد الولاده هنا كنوليو نتكلموا على مرحله ديال الوليد لو نوفوني، ما كتبقاش نتكلموا على الاجهاض، وكل شخص اللي كيكون اعتداء على الوليد تطال المسؤوليه الجنائيه، وكتكون العقوبه المشدده في فصل 397 اللي هو كيشدد العقوبه في الفقره الاولى، ولا يستثني ما عدا الام، ماشي كيستثنيها من العقاب، ولكن العقوبه يعني كتكون مخففه مقارنه بالعقوبه المشدده التي تطال اي شخص اخر اللي ممكن يعمل الاعتداء عليها. يعني هذه النقطه مهمه. بطبيعه الحال تكلمنا على المحل الجريمه اللي هو الجنين، ثم النشاط اللي كيقوم به الفاعل، اي وسيله مهما كانت المشرع ما هذا، ولكن اعطى امثله، اعطى يعني النشاط الاجرامي كيتحقق بكل فعل يؤدي في حد ذاته الى القضاء على الحياه ديال الجنين، سواء باستعمال العنف، باستعمال يعني الايذاء، او اعطاء مواد من شانها ان تسقط الجنين، تاثر عليه، يمكن في طعام، يمكن في شراب، يمكن يكون واحد الحقنه اللي يمكن تؤدي لهذ الامور، او عقاقير او ادويه، ويمكن يتم حتى بالاحتيال، مثلا ايهام الحامل بان غادي تخضع لواحد الفحص طبي فيتم اجهاضها، او ربما يتم استئصال الرحم ديالها تحت تاثير المال، وهذه المسائل كلها فيها نوع من الاحتيال والنصب، وهذا المساله خطيره جدا. بل وحتى الموافقه الام، الحامل
لا تدفع ولا تخلص الفاعل من المسؤوليه الجنائيه. نعم، الام نفسها الحامل اللي هي كتقبل الاجهاض ديالها تعاقب، ولو ان العقوبه ديالها ما كتوصلش للعقوبه ديال الفاعل الاساسي اللي كيقوم بالاجهاض، الطبيب او القابله او المولده او الجراح على كل حال اللي هو عنده رخصه بطبيعه الحال واللي هو طبيب متخصص، ولكن تطالها ايضا حتى هي العقوبه حتى في هذه الحاله هذه. اذا وهنا حتى العقوبه، لان القانون الجنائي نقبلتي الى جميع العقوبات تخص العقوبات كتكون مضبوطه، يعني لا يؤثر هذا الرضا نهائيا، وبالتالي يعني كتقوم المسؤوليه ديالها المسؤوليه ديال الام حتى اذا قبلت الاجهاض ديالها، ولكن الاجهاض هنا غير مشروع، ما كاينش اللي كيبرو لا الانقاذ الحياه ديالها ولا حتى المحافظه على الصحه ديالها، والعقوبه من 6 اشهر الى سنتين، فضلا عن غرامه اللي كتوصل حتى ل 500 درهم، وهذا بصريح الفصل 454 من القانون الجنائي المغربي. اكثر من هذا، ولو ان النص ديالنا ما كان صريح على ان ماشي بالضروره تكون وسيله ماديه اللي من شانها ان تؤدي الى اسقاط الجنين، ولكن يمكن يكون واحد الايذاء ولكنه معنوي، ربما يكون عنده صبغه معنويه، الوسيله المستخدمه يمكن تكون عندها صبغه معنويه، مثلا التخويف والترويع ديالها او القاء واحد النبأ خطير بالنسبه له، هي مرهفه الاحاسيس والتهديد مثلا ديالها، هذه كل الاثار ديالها كتكون معنويه، وبالتالي ولو ان النص لا يشير، ولكن مثلا هذه الامور ادت الى اسقاط الجنين والى اجهاضها. هنا يمكن ان نستشهد مثلا بما روي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما استدعى لمجلسه امرأة، استدعى لمجلسه فاشتد بها الخوف والجزع، لان كان معروف عنه الورع، ويعني وكان يعني الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي وهي في الطريق جاءها المخاض فاسقطت الجنين. هنا في هذه الحاله علي كرم الله وجهه قضى بمسؤوليه عمر عن ارشها او تعويضها، يعني لان ولو ان ما كانش عنده قصد جنائي نهائيا ولا، ولكن في الظروف اللي هي ده، اذا على كل حال الفعل ادى الى الاجهاض. الجريمه ديال الاجهاض تتحقق في صوره ملي كتؤدي النتيجه بطبيعه الحال، يعني تؤدي الى الاسقاط، ولكن يمكن تكون النتيجه ما تحققش، وبالتالي كنبقاو في اطار المحاوله. هنا المحاوله شالها المجرح في الفصل 449 فاش تكلم وقال يعني او يظن انها كذلك، يعني 449 الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي 449 باش كنضبطوا هذا، من اجهض او حاول اجهاض امرأة حبلة او يظن انها كذلك، يعني يستحيل انها اصلا الجنين انها ماشي حبلة، ولكن الفاعل يظن انها حبلة، ربما الظاهر ديالها، ربما اعتبارات، وربما كيستخدم وسيلة، اذا عنده قصد جنائي، وبالتالي المحاولة انها معاقب عليها في صورة الجريمة المستحيلة. هنا المسألة إذا مهم جدا هذا، وأيضا حتى استحالة الفصل 455، هذا الفصل 449، ولكن حتى الفصل 455 جرم أيضا المحاولة المستحيلة عندما تكون الوسيلة غير قادرة إلى إحداث الإجهاض، ملي كتكون الوسيلة مثلا اللي هي مستعملة لا تؤدي إلى الإجهاض، في هذه الحالة هذه يعني أيضا هي كتؤدي يعني المسؤولية عن المحاولة. إذا بحال هذه الأمور هذه كلها مهمة جدا، لأن الفصل 455 شنو قال؟ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، يعني عقوبة خيرة، كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي هذا التحريض إلى نتيجة. يعني كان في إطار المحاولة، يعني غير دائما المدونة كتكون بجنبي باش العقوبة تكون مضبوطة، باش المسائل تكون شوية مضبوطة، لأن ما يمكنش ننطلقوا من الأمور هذا، ولكن خص المسائل تكون مضبوطة. إذا هذا بالنسبة العنصر الثاني. كاين ايضا عنصر ثالث مهم جدا اللي حتى هو مهم جدا وخص الواحد ينتبه له دائما في هذا الاطار هذا، وهو يعني المحاوله سليناها، ولكن اللي بقى لنا وهو عنصر ثالث، وهو انتفاء الخطر عن صحه الام، عن حياه الام او صحتها، يعني فضلا على المحل ديال الجريمه اللي هو الجنين، وايضا النشاط الاجرامي، ما خصش الاجهاض يعني حتى اذا كان الاجهاض خصو يكون اجهاض غير مشروع، اما اذا كان هناك حاله تقتضي انقاذ حياه الام او المحافظه على الصحه، اذا هذا يبرر الاجهاض. وهنا ملي كنقولوا كنقولوا صريح الفصل 453 من القانون الجنائي اللي هو صريح، اذا استوجبته يعني ضروره انقاذ حياه الام او المحافظه على الصحه ديالها. ولكن إذا كانت حالة الأم الحياة ديالها في خطر، هنا الزوج
او لا يعني او لا لا يعني ماشي بالضروره خص الاذن ديال الزوج، ولكن في الحاله ديال المحافظه على الصحه فيها توسع شويه نسبيا في الاجهاض في الحاله ديال، وكان فيها نقاش ايضا ماشي بحال حاله الانقاذ حياه الام من الموت او من الخطر، هنا لازم الاذن ديال الزوج، ولكن في الحاله ديال الانقاذ الحياه ديالها يكفي ان الطبيب انه يشعر الطبيب الرئيسي للعمله والاقليم بما سيقدم عليه. هنا اللي بغيت نقول لكم الله يجازيكم بخير، وهو عندي المشروع في القانون الجنائي، المشروع في القانون الجنائي رقم 16/10، هذا اضاف حالات اخرى واستعمل نطاق ديال التبرير ليشمل يعني الحالات التي يسمح فيها بالاجهاض باش يسمح لحالات اخرى، وهي بالاساس الفصل 453/1 ملي كيكون الحمل ناتج عن اغتصاب او زنا المحارم، وهنا وفقا للشروط لان خصو يقوم به طبيب في مستشفى عمومي او مصحه مختصه، لذلك تم الصحه مصحه ولكن كلينيك ولكن صفه مختصه، ان يقوم ان يتم ذلك هذا الاجهاض قبل اليوم يعني 90 من الحمل، 90 يوم هي 3 شهور 30 في 30 في 30، ان يتم الادلاء بشهاده رسميه تفيد فتح مسطره قضائيه، وايضا اشعار الطبيب مندوب وزاره الصحه والاقليم، هذه كلها شروط لان ماشي غير اجيو وهذا، ولكن المساله مقننه، وان يتم ارشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا بوصله مساعده اجتماعيه على الامكانيات القانونيه المتاحه بخصوص كفاله الطفل او الخطر الصحيه اللي يمكن تقد تعرض لها جراء الاجهاض. هذه غير بعض الامور. ثم كاينه حاله ثانيه جابها المشروع القانون الجنائي في الفصل 453 جوج، وهي اذا كانت الحامل مختله عقليا مصابه بواحد الخلل عقلي، ولكن بشروط عاودتها هي جات كلها منصوص عليها فقرات الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، الوقت ما عندناش باش نفصلوا فيها ولا هذا، ولكن دائما تقريبا كاين بعض الشروط ذكرناها بحال الطبيب خصو يقوم بها طبيب في مستشفى عمومي او مصحه معتمده لذلك، ولكن هنا حتى الاجهاض في هذه الحاله ايضا خصو يكون قبل يوم 90، اليوم 90 يوما يعني قبل من يعني خصو يكون قبل من هاد 90 يوما الاولى ماشي من بعد، ويكون بالموافقه الزوج او احد الابوين الا ما كانش الحامل متزوجه او النائب الشرعي. ثم الحاله الثالثه وهي نص عليها الفصل 453/3، وهي الحاله اذا ثبت اصابه الجنين بامراض جينيه جينيك حاده، يعني الامراض الجينيه او تشوهات خلقيه خطيره غير قابله للعلاج وقت التشخيص، وبواسطه واحد الشهاده اللي كيتسلمها لجنه طبيه يعينها وزير الصحه بكل جهه من الجهات على ان يتم الاجهاض قبل مرور 120 يوم، يعني قبل من 120 يوم، يعني في هذه الحاله لاحظوا ان المده شويه اصبحت يعني المده اطول نسبيا. ثم هناك لائحه لعدد سبب ديال الامراض الجينيه والتشوهات الخلقيه المشار اليها في هذا، هذا الشيء غير بغيت نزيد نوضحوا للطلبه الاعزاء باش المسائل شويه كتكون واضحه ومهمه جدا في هذا الاطار. بالنسبه للعنصر الاخير هو القصد الجنائي، جريمه عمديه بطبيعه الحال قوامها العلم والاراده، غير بغيت نقول هنا العلم اليقيني خصو يكون في القانون الجنائي، لان كنقولوا ان العلم خصو، ولكن هنا الفصل 449 تحدث عن الشخص او يظن انك، يعني انه ولو انه كان يجهل في حق، يعني هو يعتقد على انها حامل والحال انه هي غير حامل، ومع ذلك يعني يتحمل مسؤوليته. العلم هنا كيصبح علم ظني فيه احتمال، هناك من انتقد حتى من الفقهاء هذه الحاله هذه واعتبر على ان ربما يعني ان الفاعل هنا يتحمل مسؤوليه الظنون ديالو والاحتمالات التي تدور في خلده، يعني وبالتالي ان القانون الجنائي خصو يقوم على المسائل اللي هي يقينيه ماشي ظنيه. ثم هناك الاراده اللي خصها تستهدف الفعل والنتيجه اللي هي اسقاط الجنين. بالنسبه لظروف التشديد، الحاله الاولى ظروف التشديد هي موت الحامل الى ادى الوفاه، الفصل 449 الفقره الثانيه ديالو الاخرى، يعني شدت العقوبه عندما يترتب على الاجهاض الوفاه. ثم الحاله الثانيه هي الحاله الاعتياد، وهذه النقطة خطيرة جدا، لأن هنا الطبيب مثلا أو اللي كيقوم بالإجهاض كيولي الإجهاض عنده مثابة حرفة كسب، منها كيكسب بواحد الصورة غير مشروعة، وبالتالي هذا يبرر التشديد، وكتشدد العقوبة تضاعف مثلا ذاك العقوبة النص عليها في الفقرة الأولى من 449 أو الفقرة الثانية في حالة الموت، يعني تضاعف كتولي العقوبة إذا كانت من 10 سنين من هذا، إذا كتولي من 20 سنة ل 30 سنة، ماشي فقط من 10 سنين ل 20 سنه، ولكن كتصبح من 20 سنه ل 30 سنه، هذا في الحاله مثلا كيكون الاعتياد مع الوفاه يؤدي الاجهاض. وكاين المساعده والتحريض على الاجهاض،
يعني المساعده اعمال ديال الارشاد، وعدد حتى القانون الجنائي يعني عدد حتى في الفصل 451 الصفات الاشخاص اللي هما كيسهل عليهم هذه المساله هذه باش يساعدوا وينصحوا ويعطيو من او يباشروا او ينصحوا باستعمال او يعني او يعطيو وسائل اللي هي كتحدث الاجهاض، بحال الاطباء والجراحون والمولدات والقابلات واطباء الاسنان يعني والصيادله، هذا جا نص عليهم في فصل 451. هناك ايضا التحريض، والتحريض جا نص عليه في فصل 455، والتحريض سواء ادى النتيجه ام لا، ولكن هو يشدد العقوبه. هذا الشيء اللي بغينا نقول، هذه حاله تشديد باختصار شديد جدا، لانها كتؤدي يعني للاجهاض في هذه الحاله. وصلنا لنقطه مهمه وهي جريمه اهمال الاسره باختصار شديد. الاهمال ديال الاسره ايضا، لان كتعرفوا ان الاسره هي النواه الجوهريه، هي الركيزه الاساسيه اللي كيقوم عليها بناء المجتمع، هي لحمه السداد الاستقراريه كيستقر المجتمع، هي تشكل الاطار الحقيقي للقرابه بمعناها الاصيل. اذا هي جديره بالاحترام، قمينه بالاعتبار، اي خلل يطرا عليها وعلى يعني او كيمس بالكيان ديالها وبالاستقرار ديالها لابد ان ينعكس سلبا على الاستقرار التوازن ديال الاسره والاستقرار ديالها والتماسك ديالها. وجاء المشريع خصها ايضا بنصوص اللي كتحميها، مقتضيات حمائيه اللي كتهم بالاساس تامين التماسك داخل الوسط الاسري وضمان الحمايه اللازمه لمكوناتها، افراد الاصول الفروع للزوج والزوجه، يعني هذه الامور. وهذه الجريمه للاسف تعد من اكثر الجرائم اللي كتمس الاسره شيوعا في الواقع ديالنا، للاسف الشديد في الواقع ديالنا تشهد بذلك الاحكام، خصوصا الاهمال المالي مثلا، التقاعس ان اداء النفقه المحكوم بها مسائل كثيره. ولكن الجريمه كيتعامل مع المشرع قسمها ثلاثه ديال الصور، يعني هناك الاهمال المادي فوقاش كيتحقق، وهو هجر ترك بيت الاسره من قبل الاب او الام. تكلم المشرع هنا على بيت الاسره، يعني كاين الاولاد كيتركوا لمده ديال شهرين على الاقل، يعني بدون موجب قاهر، ما كاينش شي عذر مقبول نهائيا. وبالتالي اذا كيتحلل من الالتزامات ديالهم، التخلي عن شؤون البيت، التملص من الالتزامات الاسريه الماديه والمعنويه تجاه الاطفال، النفقه والكسوه ديالهم والتربيه ديالهم ويعني وكل ما يتعلق بتدبير الشؤون ديالهم والتعليم، هذه المسائل كلها. ثم الحاله الثانيه اللي كتدخل دائما في هذا الاهمال المادي هو مغادره الزوج لزوجته، ويعلم انها حامل محتاجه للمساعده ومحتاجه اللي يتبعها وهذا، ولكن هو يعلم انها حامل يعني من زواج شرعي بطبيعه الحال، ماشي راه مطلقه طلاق بائن ولا هذا، ولكن راه بمقتضى زواج شرعي. ثم ذاك الاهمال المعنوي للاطفال، هذا جا نص عليه في فصل 482، هذا كينصب على ضرر بالغ بالاطفال، كيمس بالاساس، لان كينم على سوء العنايه بالاطفال والاب يعني القاصرون بطبيعه الحال. اذا هذه الجريمه حتى كتكون جوج العناصر، اولا عدم مراعاه احد الوالدين الواجب الاشراف والرعايه والعنايه والاشراف على الاطفال ديالو، هذه المسائل كلها، لان الاب خصو يكون قدوه يحتذى يقتدى ويهتدى بها، ماشي يكون يعني بالاسف سكير كيتعطى للسرقه، كيتعطى قدوه سيئه. ثم العنصر الثاني هو الحاق الضرر البالغ، المشرع يتكلم عن الضرر البالغ بالطفل اللي كيكون نتيجه هذا سوء المعامله، وللاسف كيؤدي للتقصير. والعقوبه بطبيعه الحال انها عقوبه حبسيه، يعني من شهر الى سنه، وفضلا عليه كيخضع يعني الفاعل اللي هو الاب هنا ولا هذا، اذا في هذه الحاله ولا الام، يعني لسقوط الحق في الولايه الشرعيه، هذا بصريح الفصل 88 من القانون الجنائي، كتسقط الولايه الشرعيه ديالو، فضلا على الحرمان ديالو بعض الحقوق المدنيه والاسريه العائليه وحتى الوطنيه اللي منصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي، كما نص على داك الشيء الفصل 40، ولكن حال على الفصل 26 من القانون الجنائي. الاهمال المالي بطبيعه الحال هذا هو الامتناع عن اداء النفقه، ولكن كتكون نفقه محكوم بها قضائيا، ومع ذلك يعني المحكوم عليه امتنع عن تنفيذ الحكم. وهنا بطبيعه الحال المشرع عدد لنا الحالات اللي هما كيستحقوا النفقه من اساس الزوجه ولو كانت مسيره. حنا ما نمشيوش للفصل 199 الذي يفرض على الزوجه احيانا في الحدود هذا، الى عجز الاب كليا فيما عجز عنه انها اذا كانت مسيره انها تؤدي النفقه، ودي مستجده لمدونه الاسره انها كتهرب، ولكن مبدئيا النفقه على الزوج، ثم على الاصول، الاصول يعني الاب والام والجد وما على، غير اللي كاين هو المدونه الاسره هنا قصرت الانفاق على الاب والام، ولكن القانون الجنائي يتكلم عن الاصول، وكان يتعين ان النفقه تشمل ايضا حتى الاصول، حتى الواجب ديال التضامن والاحسان للاقارب يمتدي انه يمتد هذا الاحسان ايضا حتى الاصول، وهذا في فصل 197 مدونه الاسره اللي كتكلم على كتقصر الانفاق فقط على الوالدين. ثم الفروع الفصل 198 من مدونه الاسره، يعني الفروع بطبيعه الحال الابناء القاصر حتى كيوصلوا لسن الرشد اذا كانوا كيتابعوا الدراسه حتى 25 سنه، بالنسبه للبنت حتى كيولي عندها مدخول قار،
أو أنه تجب النفقة على زوجها. أما بالنسبة للمعاق تستمر النفقة عليه إلى حين يعني ما دام أنه يعاني من هذا العجز. وبطبيعة الحال ما يميز هذا الجرائم اللي يهمل الأسرة وهي المسطرة والدعوة، وأن لازم خص الشكاية من طرف المنتظر، الشكاية هي ضرورية لإقامة الدعوة بعد صدور حكم قابل للتنفيذ بعدم أداء النفقة من قبل، ثم ذاك الإعذار اللي كيسبقها ديال 15 يوم اللي كيقوم به ضابط الشرطة القضائية هذا، وكتبقى إذا لأن هذه خصوصيات مسطرية تتعلق بهذه الجريمة دون سواها اللي كتعلق بالأقارب اللي هي إهمال الأسرة. شكرا جزيلا على التتبع. شكرا جزيلا على التتبع وعلى حسن الإصغاء. شكرا.